السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله هنستكمل مع بعض موضوع الثيرمال راديشن اللي احنا بدأناه المحاضرة اللي فاتت. آخر حاجة كنا اتكلمنا عليها هو البلاك بادي. كنا قلنا إن البلاك بادي ده هو عبارة عن ايديال اميتر او ايديال ريسيفر، يعني سطح مثالي بحيث إن هو بيأبزورب الحرارة او أبزورب الثيرمال راديشن بنسبة 100% او إن هو اميتر راديشن اللي متخزنة فيه بنسبة 100%. فبالتالي عرفنا له بروبرتي سميناها ابزوربتيفيتي، مش كده؟ وقلنا في الحالة دي هو ايديال ريسيفر، فبالتالي ان الابزوربتيفيتي بتاعته بواحد، بمعنى ان هو بيمتص كل الثيرمال راديشن الذي تسقط عليه بنسبة 100%. يعني معنى كده انه مفيش ايه، مفيش ريفليكشن، وكمان مفيش ترانسميشن، لان احنا قلنا هو كمان اوبيك سيرفيس. فده كان بالنسبة للبلاك بادي. وطبعا عرفنا كمان اللي هو البلانك ديستريبيوشن، اللي هو تغير المونوكروماتيك اميس باور مع اللامدا، لان احنا قلنا ان انا عندي الثيرمال راديشن عباره عن الكترومغناطيك ويفز، فبالتالي بيحصل تغيير لاي راديشن بروبرتي مع الويف لينث. فبالتالي احد الراديشن بروبرتيز اللي اتكلمنا عليها هو المونوكروماتيك اميس باور اللي هي بتتغير مع الويف لينث. فعرفنا نجيب المونوكروماتيك اميس باور تغييرها مع اللامدا، ورسمنا علاقه بالمنظر ده، وكمان قدرنا نوصل للويف لينث اللي عنده الماكسيمم اميشن من البلاك بادي. ده كله يعني اتكلمنا عليه بالتفصيل المحاضره اللي فاتت، تمام؟ وعرفنا كمان نحسب الاميس باور، التوتال اميس باور بتاعت اي بلاك بادي، عن طريق ان احنا نعمل انتجريشن مع للمونوكروماتيك اميس باور مع اللامدا، لان احنا قلنا التوتال اميس باور هي الاميس باور لجميع الاطوال الموجيه. بمعنى كده بنجيب الاميس باور عند كل طول موجي ونجمعهم كلهم، يعني بمنتهى البساطه كانك بتجيب الاريا اندر ذا كيرف. يبقى بالتالي لما انتجريت المونوكروماتيك اميس باور مع اللامدا لجميع الاطوال الموجيه، يعني من زيرو لانفينيتي، لو قدرنا نعمل انتجريشن ده يبقى احنا جبنا التوتال اميس باور اللي اصلا بتهمني في معظم الحالات. فبالتالي كده انا اقدر احسب الاميس باور بتاعت البلاك بادي التوتال، اللي في الاخر قلنا بتساوي سيجما في تي اس 4، حيث سيجما ده عباره عن ايه، عباره عن ستيفن بولتزمان كونستانت، هو ثابت اللي هو جاي نتيجه التكامل. طبعا احنا مش علينا ان احنا نعمل تكامل، احنا مجرد بنحفظ او بنعرف النتيجه النهائيه بتاعته عشان اقدر احسب الاميس باور بتاعت اي بلاك بادي. طيب النهارده بقى هتكلم على نقطه جديده، وهي ان انا عندي عاده بيبقى فيه سطح يا اما بلاك يا اما سطح ريال. احنا قلنا طبعا البلاك بادي هو السطح الايديال ريسيفر اللي هو بيقدر يابزورب الحراره بنسبه 100% او بيقدر يقيمات الحراره بنسبه 100%. طيب هل كل الاسطح كده؟ لا، في سطح ريال فبيابزورب شويه وبيرفلكت شويه. يبقى في الحاله دي السطح الريال الابزوربتيفيتي بتاعته اقل من كام؟ اقل من واحد. بينما السطح الايديال اللي هو البلاك ليه ابزوربتيفيتي بتساوي واحد. يبقى انا بالتالي الابزوربتيفيتي دي يا اما تبقى اقل من الواحد للسطح الريال، يا اما بتساوي واحد للسطح البلاك. طيب في واحد اسمه كيرشوف قدر يوصل ان في بروبرتي تانية اسمها اميسيفيتي، وقدر وصل ان الاميسيفيتي دي هي نفسها الابزوربتيفيتي زي ما هنشوف دلوقتي. طيب ايه هي الابزوربتيفيتي؟ قلنا ان الجسم بيمتص الحرارة أو بيمتص الثيرمال راديشن بنسبة قد إيه؟ 50% 60% أو 100% لو كان بلاك. في بقى بروبرتي تانية اسمها emissivity، هي الابيليتي بتاعت السطح إن هو يإميت حرارة، إن هو هنا جاي نتيجة الإميشن، يعني هيإميت حرارة بنسبة قد إيه؟ 10% 20% 30% وهكذا. فأي جسم ليه absorptivity وليه emissivity. كيرشوف وصل لنتيجة ان الابزوربتيفيتي بتاعت اي جسم هي نفسها الايه؟ هي نفسها الاميسيفيتي. يبقى الابزوربتيفيتي هي نفسها الاميسيفيتي، لان السطح ليه دور من الاثنين، يا اما هيابزورب الحرارة، مش كده؟ لو درجة حرارته قليلة، يا اما هيقيمت الحرارة اللي مخزنها، ما هو ممكن يابزورب الحرارة وبعد شوية هيقيمت نفس كمية الحرارة، يعني الابيليتي بتاعته ان هو ابزورب هي نفسها الابيليتي بتاعته ان هو يقيمت الحرارة. فبالتالي نقدر نقول فاينالي، طبعا زي ما هنشوف من خلال كيرشوف لو، ان الابزوربتيفيتي هي نفسها الاميسيفيتي،
يبقى انا بالتالي لو انا قلت لك ان الجسم ده ليه ابزوربتيفيتي 50%، يعني كاني بقول لك ان الاميسيفيتي بتاعته بكام؟ ب 50%. انا دلوقتي لو عندي سطح بلاك خلاص، فبالتالي التوتال اميس باور اللي طالعه منه هي الاي بي، لان الاي بي دي هي توتال اميس باور بتاعت البلاك بودي. طب لو سطح مش بلاك يعني سطح ريال، فالاميس باور اللي طالعه منه هتبقى اسمها اي. يبقى الاي دي عباره عن ايه؟ الاميس باور اللي سطحه طالعه من السطح الري، والاي بي هي التوتال اميس باور بتاعت البلاك سيرفيس. في طبعا مين اكتر؟ هيبقى طبعا البلاك، لان هو ده الايديال، فهو ده بيأبزورب او إيميت الحراره بنسبه كبيره، يبقى بالتالي الاي بي اكبر من الاي. طيب السطح البلاك ده احنا قلنا الابزوربتيفيتي بتاعته بواحد، وانا من شويه لسه قايل لك ان الابزوربتيفيتي هي الاميسيفيتي، يبقى السطح البلاك الاميسيفيتي بتاعته بكام؟ بواحد. والسطح الريال الاميس باور بتاعته اي، وليه اميسيفيتي اقل من الواحد؟ الفاليو بتاعتها هي ابسلون. يبقى لو انا قسمت الاثنين على بعض اقدر اقول ان الابسلون عباره عن ايه؟ عباره عن الاميس باور بتاعت البلاك بتاعت الريال سيرفيس على الاي بي اللي هي الاميس باور او التوتال اميس باور بتاعت البلاك بودي. يبقى بالتالي لو انا قسمت التو فاليوز على دول على بعض يطلع الايه؟ الاي يبقى هي التوتال اميسيفيتي بتساوي التوتال اميس باور بتاعت البلاك بتاعت الريال سيرفيس على التوتال اميس باور اوف بلاك بودي. يبقى انا كده اقدر اجيب ريليشن ما بين الثلاثه بارامترز، اقدر اقول الابسلون اللي احنا قلنا هي نفسها الفاي، سوري اللي هي الالفا، واللي قال ان الابسلون هي الالفا، يعني الابسلون هي الالفا اللي هي الابزوربتيفيتي. اللي قال كده مين؟ هو كيرشوف. يبقى الابسلون ايكوال الفا ايكوال اي على اي بي. طيب يبقى كده احنا قلنا التوتال اميسيفيتي بتساوي ايه؟ بتساوي الاميس باور بتاعت الريال سيرفيس على الاميس باور بتاعت البلاك بادي عند درجه حراره معينه. بنعرف الاي لامدا هي المونوكروماتيك اميسيفيتي. يعني ايه المونوكروماتيك اميسيفيتي؟ يعني نفس الكلام ده، نفس الريشيو، بس ايه؟ بدل ما تبقى اي اللي هي التوتال هتبقى اي لامدا على الاي بي لامدا. وفي الاخر هتطلع هي هي ليه تطلع هي هي؟ لو احنا بصينا على الايه؟ البلاك سيرفيس وعاوزين نرسم الاي بي لامدا مع اللامدا، فيطلع الكيرف اللي فوق. لو جينا نرسم السطح الريال فهنلاقي اللي هو السطح المتعرج ده، يبقى ده عباره عن الايه؟ توزيع الاي لامدا مع اللامدا بس للريال. يبقى المتعرج ده الايه؟ للسطح الريال، واللي فوق لمين؟ للسطح البلاك. بس طبعا السطح الريال ده ما نقدرش نتعامل معاه، فهو عمل كده زي ابروكسيميشن لحاجه كيرف بيعدي بالمنظر ده، بحيث ان هو ما يبقاش فيه ديستورشن ويبقى سطح منتظم، فسماه الايه؟ الريال سيرفيس. يبقى سوري سماه جري سيرفيس. يبقى ايه هو جري سيرفيس؟ هو ابروكسيميشن للريال سيرفيس. يبقى الريال سيرفيس هو ده السطح الفعلي، اما جري هو حاجه اقرب حاجه للسطح الفعلي. يبقى جري تقريبا نقدر نقول تقريبا الجري ده هو الايه؟ هو الريال. الكيرف اللي تحت بتاع الجري او الريال، والكيرف اللي فوق بتاع البلاك. لو انت جبت الريشيو ما بين الاي على الاي بي عند اي ويفلينس، يبقى هي اي لامدا او ابسلون، اسف، لامدا. خلاص، لو انت جبت الريشيو دي ما بين الاي لامدا على الاي بي لامدا عند كل مكان، هتطلع النسبه ثابته، وهي نفسها بتساوي التوتال اميسيف باور بتاعت السطح الريال على التوتال اميسيف باور بتاعت البلاك. يعني من الاخر الخلاصه ان الاي لامدا هي نفسها الايه؟ سوري، الايه؟ الابسلون لامدا هي نفسها الابسلون العاديه. يبقى بالتالي دي بس عشان نعرف ايه هي الابسلون، علاقه الاي على الاي بي هي تجيب لي على طول الابسلون، سواء دي كانت توتال على توتال او مونوكروماتيك على مونوكروماتيك. طيب كيرشوف لوب بمنتهى البساطه عمل اثبات كده، قال لك لو انا عندي انكلوجر وعندي جسم جوه، الجسم اللي جوه ده مسميه بي واحد، والانكلوجر دوت انسوليتد، فهيحصل تبادل حراري ما بين الانكلوجر والجسم الصغير، والحراره اللي هتيجي من الانكلوجر على الجسم الصغير ده هتبقى سميناها الجي اللي هي الراديشن اللي قلناها المحاضره اللي فاتت، هي الانرجي اللي بتسقط على السطح، التوتال انسيدنت انرجي بير يونت اريا بير يونت تايم. وهنا طبعا ده معزول، فيحصل تبادل حراري لغايه ما نوصل لنفس درجه الحراره، فبالتالي الانرجي اللي هتبقى داخله على السطح الصغير هي نفسها اللي خارجه منه. يعني الانسيدنت ريت اوف انرجي هي اللي ليفينج اميتد انرجي من السطح.
طب هو الصرح ده اسمه ايه؟ اسمه بي 1. الانسيدنت راديشن قد ايه؟ جي. بس هو بيمتص جي؟ لا، هو جي ده كل اللي سقط عليه، هو بيمتص نسبة من الجي بمقدار الابزوربتيفيتي بتاعته، يبقى الجزء اللي بيمتصه قد ايه؟ جي في ايه واحد، سوري، جي في الفا واحد. بس جي في الفا واحد دي تمثل التوتال ايه؟ راديشن انسيدنت بير يونت اريا، فبضرب في الاريا بتاعته يبقى اريا واحد. يبقى اريا واحد في جي في الفا واحد هي كل الايه اللي السطح امتصه، هو نفسه بيساوي اللي خارج، لان نتيجه الانرجي بالانس مفيش حاجه بتتخزن. يبقى الانرجي ان بيساوي الانرجي اوت، او الريت اوف انرجي ان بيساوي الانرجي اوت. طب هو الانرجي اللي بتخرج منه هو الحاجه الاميتد، طب هو بيميت بقد ايه؟ اي 1، لان هو سطح ريال او جراي. طيب هو خارج ايه؟ بس الاي دي باليونت اريا بضربها في الاريا، يبقى نقدر ده نقول ده بيساوي ده. طيب لو احنا استبدلنا الجسم ده بجسم تاني، بدل ما هيبقى ليه اريا واحد هيبقى ليه اريا اتنين، وبدل ما يبقى الابزوربتيفيتي بتاعته الفا واحد هتبقى الفا اتنين، والامس باور اللي طالعه منه هتبقى اسمها اي تي اي 2، لان ممكن يبقى ليه درجه حراره مختلفه. خلاص، فهيطلع نفس المعادله اللي فوق نفس الايه المعادله اللي تحت، والجي هي هي لانها جايه من السورس اللي هو الانكلوجر اللي ما اتغيرش. لو انت قسمت الاثنين على بعض، يعني المعادله الاولى والمعادله الثانيه، هيطلع لك ان اي 1 على الفا 1 بتساوي اي 2 على الفا 2، مش كده؟ طب لو جبنا بقى سطح ثالث كان بلاك، يبقى اي 1 على الفا 1 بيساوي اي 2 على الفا 2 بيساوي اي بلاك على الفا بلاك. لو كان بلاك بقى، احنا قلنا 1 و2 دول ريال، ممكن نشيلهم ونخليه 1 بلاك. خلاص، يبقى اي 1 على الفا 1 بيساوي اي 2 على الفا 2 بيساوي اي بي على الفا الفا بي، يبقى هي نسبه ثابته على طول. واحنا عارفين طبعا ان الاي على الاي بي ادام هي النسبه ثابته. خلاص، احنا لسه قايلين من شويه ان الابسلون هي الاي على الاي بي، يطلع الالفا هي نفسها الابسلون، لان لما تيجي تجيب هنا الالفا بتاعت البلاك بواحد، فلو انت قسمت الاي على الاي بي هي بتساوي الفا، هو ده نفس تعريف الاميسيفيتي، مش كده؟ يبقى الالفا هي نفسها الايه؟ الاميسيفيتي. طبعا ده كله انت مش مطالب اصلا تثبته، هو مجرد المضمون الكلام ده في الاخر ان الاميسيفيتي هي نفسها الابزوربتيفيتي. دلوقتي بقى انا عاوز اجيب الهيت اكسشينج باي راديشن بين تو بلاك سيرفيسز. يبقى انا دلوقتي عاوز احسب الهيت اكسشينج بالراديشن ما بين سطحين، بس السطحين دول مالهم؟ الاثنين بلاك. يعني ايه بلاك؟ احنا قلنا بلاك يعني ايديال اميتر او ايديال ريسيفر، يعني الابزوربتيفيتي ايكوال الاميسيفيتي ايكوال 1. فانا بالتالي عندي السطح الاولاني ده سميناه هو 1، ده الاميتر، واحنا خدنا منه اليمنت ليه اريا دي اي 1، ومتجه الاريا بتاعه العمودي على الاريا اللي هو ان واحد عامل زاويه الفا واحد. طب طبعا ده الاميتر وده الايه الريسيفر، وده اللاين اللي هو لاين اوف فيو، ده خط الوصل ما بين الايه الاميتر والريسيفر. فبالتالي في زاويه اسمها فاي واحد ما بين اللاين اوف فيو والايه والخط العمودي اللي هو متجه الاريا. طيب نفس الكلام بالنسبه للاريا 2، خدنا برضو اليمنت هنا وده متجه العمودي على الاريا 2، وده اللاين اوف فيو، فبرضه هنا الجزء اللي هو النورمال ده متجه الاريا النورمال على الاريا 2 بتاعت الريسيفر، عامل زاويه فاي 2 مع اللاين اوف فيو. لو تفتكر من المحاضره اللي فاتت، احنا قدرنا نجيب الكيو ما بين اي جسمين بدلاله الايه؟ بدلاله الانتنسي، فدي تقدر ترجع لها من المحاضره السابقه. فقلنا دي كيو 1 2 بيساوي الاي بي 1. طب وليه اي بي 1؟ لان احنا قلنا 1 و 2 الاثنين بلاك، يبقى ده الهيت اكسشينج ما بين 1 و 2 بيساوي اي بي 1 في كوزاين فاي 1 في دي اي 1 في دي اوميجا 1 2. ليه؟ لان انت لو تفتكر ايه هو الانتنسيتي اوف راديشن، قلنا هي عباره عن الايه الانرجي اللي هي او الهيت اكسشينج ما بين اي جسمين، مش كده؟ بريونت اريا اوف ذا ايه اوف ذا اميتر بريونت ايه سوليد انجل، بس مش انهي اريا، هي الاريا العموديه. فالاريا العموديه بالنسبه للاميتر هي مين؟ هي دي اي 1 كوزاين فاي 1. تمام.
دي طبعا كنا قلناها المحاضرة اللي هي السابقة، تقدر ترجع لها يعني، حتى لو تحب أفكرك بيها. لو كان ده الـ DA1، فالمفروض إحنا بناخد المركبة اللي هي العمودية على الـ line of view. فلو ده DA1، يبقى لما نيجي نحللها يبقى دوت DA1 كوزاين فاي 1. فبالتالي إحنا بناخد هو الـ intensity عبارة عن، زي ما قلنا، هي عبارة عن radiant energy per unit time per unit solid angle per unit area of the emitter projected normal to the line of view of the receiver from the radiating element. يبقى ده radiating element، ادي الاريا بتاعته، فدوت اللاين اوف فيو العمودي عليه هو ده، يبقى دي اي 1 كوزاين فاي 1. يبقى دوت الدي كيو ما بين 1 و2، خلاص. طب ايه هي السوليد انجل؟ السوليد انجل احنا قلنا هي دي اريا النورمال على ار سكوير، بس انا المره دي جايب لك ان الريسيفر دوت مش عمودي على اللاين اوف فيو، ده انا جايبه في وضع عام، فبالتالي متجه الاريا عامل الزاويه هنا كام؟ فاي 2. فبالتالي الدي اريا النورمال لازم احلله في اتجاه النورمال، يبقى الدي اريا النورمال هتبقى دي اي 2، هو دوت المفروض دي اي 2 كوزاين كام؟ كوزاين فاي 2. يبقى ده السوليد انجل بتاعتي من 1 ل 2، دي اي 2 كوزاين فاي 2 على ار سكوير. طبعا انا اعوض بالدي اوميجا من هنا في هنا، يبقى اقدر اقول دي كيو 1 2 بيساوي الكلام ده. طب الكلام ده جه منين؟ ان انا عوضت بدي اوميجا في المعادله بتاعتي وشلت الاي بي، لان احنا قلنا استنتجنا الاي ليها علاقه، اللي هي الانتنس ليها علاقه بالاميس باور بتاعت البلاك بودي، فقلنا الاي بتساوي الاي بي على باي، ودي جبناها برضو من المحاضره اللي فاتت. فبالتالي اقدر اجيب الدي كيو من 1 ل 2، يبقى دي الهيت اكسشنج ما بين 1 و2. تقدر تعيد الحركه دي تاني لو عملتها من 2 ل 1، يبقى انت هتغير الرموز، بس بدل ما يبقى 1 هتخليها 2. طب انا دلوقتي جبت الكيو من 1 ل 2، وادي الكيو من 2 ل 1، انا عاوز اجيب النت هيت اكسشنج ما بين الاثنين، يبقى اطرح الاثنين من بعض. يبقى انت لو طرحت كيو 1 2 ناقص كيو 2 1، يبقى انت كده جبت الدي كيو 1 2 النت، يطلع لك العلاقه دي. عاوز تجيب الكيو، طبعا الدي الكيو ما بين 2 ديفرنشال اليمنت 1 و2، عاوز تجيب بقى كيو نت، يبقى انتجريت الكلام دوت مع الاريا. طبعا الاي بي دي فانكشن في درجات الحراره، اللي هي سيجما في تي اس 4، لا تعتمد على الاريا، سواء اي بي 1 او اي 2. يبقى اقدر اطلع اي بي 1 ناقص اي بي 2 بكام؟ بره الايه؟ الانتجريشن. ويبقى انا كده جبت كيو 1 2 نت بالمنظر ده. طيب قال لك الدبل انتجريشن دوت هنسميه هو حاجه بتعتمد على الايه؟ الزوايا، وتعتمد على الديستانس ما بين الاميتر والريسيفر، وتعتمد على الاريات. فدي حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالاورينتيشن بتاع الاجسام، بوضع الاجسام بالنسبه لبعض، الزوايا، الاريات، المسافه ما بينهم. يبقى ده حاجه كده ليها علاقه بالكونفيجريشن او الفيو، فسماها A1 F1 2، أو ممكن تسميها A2 F2 1، حيث F1 2 هي حاجة بتدل على وضع الأسطح بالنسبة لبعضها، سميناها الشيب فاكتور أو الكونفجريشن فاكتور أو الفيو فاكتور. تمام. يبقى واحد F1 2 هنقولها A1 F1 2 أو A2 F2 1، حيث F1 2 ده الفيو فاكتور من 1 ل 2، أو الكونفجريشن فاكتور من 1 ل 2، أو الشيب فاكتور من 1 ل 2. طب ايه هو تعريفه؟ هو جزء من الراديشن او جزء من الانرجي اللي بتسيب سطح واحد ويوصل لسطح اتنين. ولو قلت F2 واحد، يبقى هو جزء من الراديشن اللي بيسيب سطح اتنين ويوصل لسطح واحد. طيب عاوزين نشرح الموضوع ده بالتفصيل اكتر. هو جايب لي كده، لو انا عندي ده سطح او نقطة معينة، ده احد السيرفيسز، وبيشع حرارة للسطح اتنين والواحد والتلاتة، خلاص. طيب فهو هنا بيقول لي ان انا ممكن النقطة عند السطح ده في جزء من الراديشن يسيب السيرفس ويروح لسطح 3، ويسيب السيرفس ده ويروح لسطح 2، ويسيب السيرفس ده يروح لسطح 1. طيب ده كده يعني ايه؟ بنحاول نبسط الموضوع، اكنه بيقول لي ده شايف ده بنسبة قد ايه، وشايف ده بنسبة قد ايه، وشايف ده بنسبة قد ايه. يبقى هو عشان كده اسمه فيو فاكتور او configuration factor. فهو عبارة عن purely
جيومتريك كوانتيتي واندبندنت على بروبرتي او درجه الحراره، عشان كده بسميه شيب فاكتور او كونفيجريشن فاكتور. يعني انا لما شرحته قلت لك هو جزء من الراديشن بيسيب سطح بيوصل لسطح تاني، بس هذا الديفينيشن هو مجرد تبسيط بس لا تعتمد عليه، لان هو مش لازم يكون دوت الاميتر وده الريسيفر، ممكن يبقى العكس. فبالتالي انا ممكن اقول لك ديفينيشن اوضح اكتر، هو السطح ده شاف السطح ده بنسبه قد ايه. يعني انا لو تخيلت ان في شعاع خارج من هنا رايح لده، ده شاف ده بنسبه قد ايه، اكن دي عين وبتبص على ثلاث اسطح. ثلاث اسطح طبعا على اساس الاكزامبل اللي انا بتكلم عليه، بس هم ممكن يبقوا اكتر من كده طبعا. فلو تخيلت مجازا ان هم ثلاث اسطح بس، فاكيد النقطه اللي هنا لو في عين هنا هتبقى شايفه ده بنسبه مثلا سي، انا بقول اي ارقام مثلا 30%، والنقطه دي هتبقى شايفه ده مثلا بنسبه 50%، والنقطه دي شايفه السيرفيس ده بنسبه 20%. لازم يبقى مجموعهم كله بواحد، مش كده؟ يبقى الفيو فاكتور عباره عن ايه، هو من سطح للتاني. لو انا مثلا سميت السطح ده اكس والسطح ده 3 وده 2 وده 1، يبقى هو اف اكس 3 ان السطح اكس شايف 3 بنسبه كام، اكس ل 2 يعني السطح اكس شايف السيرفيس الثاني بنسبه كام، السطح اكس 1 اف اكس 1 يبقى السطح اكس شايف السطح 1 بنسبه قد ايه، يبقى اف اكس 3 اف اكس 2 اف اكس 1 هو ده الفيو فاكتور من اكس ل 3 ومن اكس ل 2 ومن اكس ل 1. وفي طبعا العكس، 3 شايف اكس يبقى اسمه اف 3 اكس. يبقى لما اقول ان الاف 1 2 دي معناها ان السطح 1 شاف السطح الثاني او رقم 2 بنسبه قد ايه، واف 2 1 هيبقى العمليه العكسيه، السطح 2 شايف 1 بنسبه قد ايه. وفي الاخر في قال لك حاجه اسمها ايكواليتي او ريسيبروسيتي ريليشن، بتقول لي ان a1 f1 2 بتساوي a2 f2 1، دي اسمها ريسيبروسيتي ريليشن. ودي يقدر يثبتها، تقدر تثبتها ازاي؟ ادي q1 2 طبعا احنا لو شلنا دي ممكن نقول ان q1 2 هي كميه الحراره اللي خارجه من واحد رايحه لاثنين فقط، هي اي بي 1 اي 1 في اف 1 2. طب اي بي 1 ليه؟ لان دي السطح 1 اصلا بلاك و2 بلاك، يبقى ده الامس بار اللي طالع من 1. طب وصل ل 2 بنسبه قد ايه؟ حسب الايه الفيو فاكتور بتاعه. طبعا انا بضرب الاي بي 1 في الاريا عشان يبقى ايه، لان اي بي دي باليونت اريا فبضربها في الاريا، بس مش كل اللي خرج لواحد وصل ل 2، لا اللي وصل ل 2 على حسب نصيب 2. ايه هو نصيب 2؟ اف 1 2، لان احنا قلنا اف 1 2 هو راديشن اللي خرج، هو جزء من الراديشن اللي خرج من واحد راح لاثنين، يعني نصيب 2 اللي جه من واحد. يبقى اف 1 2 ده عباره عن ايه، واحد شايف 2 قد ايه، او نصيب الراديشن اللي وصل لاثنين من واحد. يبقى انا كده جبت كيو 1 2، جبت الراديشن اللي خرج من واحد ضربته في نصيب 2، يبقى ده كيو اللي خرجت من واحد راحت لاثنين، يبقى كيو 1 2 اي بي 1 اي 1 اف 1 2. طب كيو 2 1 نفس الكلام بالظبط، يبقى الكيو نت بيساوي ايه الفرق بين الاثنين. بيقول لي لو السطحين عند نفس درجة الحرارة يبقى الاي بي هات هتبقى زي بعض، هما الاتنين نفس درجة الحرارة، ويبقى في نفس الوقت ادام مفيش temperature difference يبقى الكيو نت بصفر. يبقى انت لو سويت الكيو نت بصفر واي بي واحد هي بتساوي اي بي اتنين لان نفس درجة الحرارة، يبقى يطلع لي ان اي واحد اف واحد اتنين بيساوي اتنين اف اتنين واحد، وده اللي احنا لسه قايلينه اللي هو reciprocity relation، لان انا قلت لك الفيو فاكتور ده لا يعتمد على درجات الحرارة، فبالتالي لازم لا لازم ما يكونش مرتبط بدرجات الحراره. فبالتالي ادام هو مش مرتبط بدرجات الحراره اقدر اعبر عنه ب A1 F1 2 او اقدر اعبر عنه ب A2 F2 1. يبقى اقدر اقول فاينلي ان A1 F1 2 بيساوي A2 F2 1 بيساوي الانتجريشن ده، الدبل انتجريشن. يبقى الانتجريشن دوت من خلاله بقدر احسب الفيو فاكتور ما بين اي سطحين، تمام، ليهم راديوستي اللي هي الجي تكون ايه ثابته. ده اكزامبل بسيط يعني موجود في الشيت اول اكزامبل عشان تحسب الفيو فاكتور ما بين اليمنت صغير جدا اسمه واحد وقرص كبير او اليمنت كبير ليه ديامتر دي اسمه الايه اسمه 2. يبقى انا عندي السطح واحد صغير جدا بالنسبه للسطح الثاني، السطح الثاني اسمه 2 وليه ديامتر مثلا دي. طبعا ده زي ايه، زي مثلا ممكن نقول زي الارض والشمس،
فالشمس بالنسبة للأرض حاجة كبيرة جدا، كأنها إيه زي حاجة قرص كده أو ديسك كبير جدا. فبقول أنا عاوز أحسب الشيب فاكتور ما بين very small disk زي الأرض مثلا ليها A1 و large parallel disk ليه area 2، وفي مسافة ما بينهم ما بين الاتنين. فطبعا لو عاوز أحسب الفيو فاكتور طبعا دي العلاقة اللي احنا قلناها اللي هو area 1 F1 2 بيساوي الدبل انتجريشن، فده التكامل اللي من خلاله بقدر احسب الفيو فاكتور. طبعا هو قال لي ان اريا واحد دي فيري سمول، لان احنا قلنا اريا واحد دي صغيره جدا، فمادام هي حاجه صغيره جدا يعني مفيش فاريشن، فتقدر نعتبر انها حاجه كونستنت، فاقدر اشيل يعني مفيش حاجه بتتغير معاها، فاقدر اشيل دي ايه واحد دي اطلعها بره الانتجريشن تبقى اريا واحد. يبقى اريا واحد هتطير مع ايه؟ اريا واحد. طيب والفاي دي هي الفاي اللي هي الايه ما بين اللاين اوف فيو والايه والنورمال على الاريا اللي هو ده النورمال فيكتور، دي فاي واحد. طب ما ده برضو النورمال عليه هيبقى فاي اتنين، وزاوية فاي واحد هي نفسها فاي اتنين. خلاص طبعا الاريا واحد هتطير مع اريا واحد، يبقى احنا فكرة يبقى دي كوزاين فاي واحد في كوزاين فاي اتنين هتبقى كوزاين سكوير فاي. طب والفاي دي اقدر اجيب الكوزاين بتاعتها؟ اه لو انا خدت الديفرنشال اليمنت بالنسبه للسطح الثاني هيبقى دي اريا 2، يبقى المسافه من السنتر لغايه الاليمنت ده اسميها اكس، ويبقى السمك بتاع الديفرنشال اليمنت دي اكس. لو عاوز اجيب الكوزاين بتاع الفاي فهيبقى عباره عن اللي هو المجاور بتاع اللي هو ال على الريديس، يبقى ال على ار، يبقى ال على كام؟ على ار. طب ادي ال اللي هي المسافه ال، وادي الار، اقدر اجيب علاقة عن طريق فيثاغورس، مش كده؟ لان ال على ار هتبقى ار بيساوي كام؟ الجذر ال سكوير زائد اكس سكوير. فانا طبعا عندي هنا هتبقى كوزاين سكوير فاي هتبقى ال سكوير على ار سكوير، لان انا عندي هنا كوزاين فاي ال على ار، يبقى كوزاين سكوير هتبقى ال سكوير على ار سكوير، يبقى هيطلع لي في الاخر هنشيلها ونحط مكانها كام؟ ال سكوير على ال سكوير زائد اكس سكوير. طيب والدي اريا 2، الدي اريا 2 بتساوي ايه بقى؟ الشريحه دي هتبقى عباره عن 2 باي اكس دي اكس، يبقى 2 باي اكس ايه دي اكس. وفي تحت هنا باي ار سكوير، الار سكوير اتفقنا عباره عن ايه؟ ال سكوير زائد اكس سكوير، يبقى في هنا ال سكوير زائد اكس سكوير، وبعد كده نعوض بكوزاين سكوير فاي يطلع لي ال سكوير زائد اكس سكوير الكل سكوير، وفي فوق اللي هو 2 اكس، والباي طبعا طارت مع الباي. طبعا الاكس دي تتغير من 0 لدي على 2، هتعمل الانتجريشن دوت يطلع لك الفيو فاكتور ما بين 1 الى 2. تمام. مساله 9 كتطبيق مباشر عليها بعد ما جبت الفيو فاكتور من 1 ل 2، بيقول اعتبر ان انا عندي الصن كبلاك بادي ليها درجه حراره 5780 وليها راديوس 0.695 في 10 اس 6 كيلومتر. احسب الايرث الراديشن جي لو الديستنس ما بين الايرث والصن 1.5 في 10 اس 8 كيلومتر. طبعا انا اقدر احسب الفيو فاكتور من 1 ل 2 بالعلاقه اللي انا لسه مستنتجها دي مباشره، حيث دي في الحاله دي هيبقى الدايمتر بتاع الديسك اللي هو هنا الشمس اللي هو مدهوني، ومعايا كمان ال اللي هو الديستنس الرأسيه ما بين الاثنين، خلاص بقدر احسب الفيو فاكتور بمنتهى البساطه. طب الارث ايراديشن ده احسبه ازاي بقى؟ ايه هو الارث ايراديشن؟ الارث ايراديشن هو عباره عن ايراديشن اللي هو ساقط على الارض. طب الارض الاريا بتاعتها كام؟ اريا واحد، والارث ايراديشن جي واحد، يبقى ده نصيب ايراديشن اللي وصل للارض من الشمس. طب الايراديشن اللي جه للارض دي جايه منين؟ جايه من الشمس. طب الشمس الاميسيف باور بتاعتها قد ايه؟ اي بي 2. خلاص طيب اي بي 2 دوت الحراره او الراديشن اللي خارج من الشمس باليونت اريا، فبضربه في الاريا. طيب بس هل كل الراديشن اللي خارج من الشمس ده هو اللي وصل للارض؟ على حسب الارض شايف الشمس بنسبه قد ايه. طيب هو الارض رقمها كام؟ 2 والشمس 1، يبقى الشمس شاف الارض من 2 الى 1، يبقى ده جزء من الراديشن اللي ساب الشمس وراح للارض، يبقى اريا 2 اف 2 1. ده بيساوي ده انرجي بالانس، الحرارة اللي سقطت على الأرض أو الراديشن اللي سقط على الأرض هو ده اللي جاي من الشمس. طيب
انا ممكن لسه شايفين الريسبروسيتي ريليشن، قلنا اريا 2 اف 2 1 ممكن اسميها اريا 1 اف 1 2. خلاص يبقى انا عوضت دي، شلت اريا 2 اف 2 1 باريا 1 اف 1 2. لو انت يبقى كده الاريا 1 هتطير مع الاريا 1، يبقى اقدر اجيب الجي اللي هو الايرث ايراديشن بمنتهى البساطه، تعويض مباشر.